المزيد ينضم إلينا من الخرطوم اللواء دكتور معتصم عبد القادر الخبير العسكري والمختص في الدراسات الأمنية. دكتور معتصم أهلا بك. الآن إذن ما هو المتغير الجديد في الهدنة الجديدة بين الطرفين العسكريين الآن المتنازعين داخل الخرطوم؟ لك الشكر والتحية. الشكر لقناة القاهرة الإخبارية للاستضافة. أولا إلى الآن هنالك هدوء نسبي، ولكن إذا كانت هنالك أي خروقات من الميليشيا المتمردة قطعا الجيش السوداني يتصدى لها هنا وهناك، وهنالك ملاحظة أن هنالك عمليات حروب كبيرة لكثير من مقاتلي الميليشيا على عربات مدنية تم نهبها من المواطنين المدنيين، وهم الآن يحاولون الخروج بها من ولاية الخرطوم إلى مناطق أخرى. هذا الموقف الميداني. بالنسبة للجيش السوداني، الجيش السوداني ملتزم بالهدنة لأن أسباب إنسانية ومدنية، وإلى نهاية اليوم سوف نرى إذا كان هنالك إخلاء للمستشفيات وللمنازل المدنيين. وإذا لم تلتزم أنا أعتقد الميليشيا المتمردة بالتنفيذ وصارت هذه الهدنة مثل الهدنة السابقة، أنا أعتقد أن المبادرة والمنبر جدة هو في نفسه سوف يكون محل تساؤل كبير، لأنه لم يحقق الأهداف التي نشأ من أجلها. وهنالك يبدو في الساحة تحركات بديلة. اليوم تم الاتصال من رئيس الاتحاد الأفريقي بالرئيس البرهان، وهنالك منابر أخرى كثيرة مطروحة الآن في الساحة. فبنفس المستوى أن منبر جدة يهدد بأنه سوف يلغي هذا المنبر، كذلك من جانب آخر هنالك منابر إقليمية أخرى سواء كان على المستوى الأفريقي أو على المستوى العربي، وهنالك التصريح الذي أدلى به السيد الرئيس السيسي بأن هذا شأن داخلي سوداني، يجب مساعدة السودانيين في الوصول إلى سلام حقيقي. والموقف المصري معروف منذ اليوم الأول، هو موقف إلى جانب الشعب السوداني وخيارات الشعب السوداني ومع الشرعية السودانية التي تمثلها القوات المسلحة. نعم. طيب دكتور معتصم، لو تحدثنا عن الحديث ما حذرت به المنظمات الصحية بانهيار النظام الصحي في دارفور، لو حدث ذلك لا سمح الله إلى ما يفضي؟ أنا أعتقد أن الميليشيا المتمردة استغلت الأوضاع في دارفور، وهنالك الوضع أساسا كان هشا لأن كانت هنالك صراعات قبلية قديمة، واستغلت هذا الوضع واستغلت هروبها من الخرطوم لمحاولات فتح جبهات جديدة. حاولت أن تفتح جبهة في جنوب كردفان ولكنها فشلت. الآن تحاول أن تفتح جبهات في دارفور، ولكن أنا أعتقد أنه يمكن التصدي لها ويمكن التعامل معها ولن تجدي، لأن البعض يعتقد أن هزيمة القوى المتمردة في الخرطوم سوف تنتقل بالصراع إلى مناطق في السودان وسوف تشغل بقايا السودان، وهذه مقولة غذاها بها بعض القوى الخارجية بأنه لأنهم لا يريدون لهذا الصراع أن يقيف، ولا يريدون للقوات المسلحة أن تنتصر، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة المطرود من السودان فولكر قال أنه لا يمكن أن يكون هنالك، لن يستفيد أي منتصر من هذه الحرب، لذلك يحاولون لهذا الصراع أن يمتد بأكبر قدر ممكن، لذلك ينتقلون به من مكان إلى مكان. حاولوا في الأبيض في ولاية كردفان، وعندما فشلوا يحاولون الآن في الجنينة، ولكن بالقوات المسلحة السودانية والمواطنين في مدينة جنينة قادرون على ذلك، لأن الآن في الخرطوم هنالك بعض المواطنين في بعض الأحياء صاروا يحاربون هذه الميليشيا المتمردة بما توفر لهم من إمكانيات. نعم. أنا أعتقد أن هذه المسألة مقدور عليها. نعم دكتور معتصم عبد القادر الخبير العسكري والمختص في الشؤون الأمنية والدراسات الأمنية، كنت معي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.